السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة الطبخ المغربية. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نقدم معكم المسمن معمر بحشوة هائلة وسهلة ورائعة جدا. وقبل ما نمشي للمقادير، كنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك وتبارطاجوا مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة إن شاء الله على الجميع، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله بحول الله بإذن الله. بسم الله على بركة الله. عندنا جوج زلالف تفرص او دقيق الابيض النوع الجيد، جوج زلاف كبار هذا الحجم، زلافه وحده الفينو او السميد الرطب، معلقه صغيره السكر سنيده او السكر حبيبات، والماء دافي باش نعجنوا ان شاء الله باش نجمع العجينه. بسم الله على بركه الله. بسم الله بسم الله. من بعد ما درت جوج زلالف تفورس ندير زلافات الفينو، بسم الله، ومعلقه صغيره السكر، نخلط بسم الله. من بعد ما خلطت الدقيق بهذا الشكل، نجمع العجينه ان شاء الله بالماء دافي، ما غاديش ندير الخميره، العجينه عاديه بسم الله. غندير الملحه، ملح على حسب الذوق بسم الله. من بعد ما جمعت العجينه ودلكتها واحد شويه جبت الشكل رطبه، وغنغطيها بلاستيك غذائي باش ترتاح واحد شويه. تنوجد ان شاء الله الحشوه اللي غادي ندير المسمن، حشوه سهله. هي العجينة من بعد ما ارتاحت شوية، بسم الله على بركة الله. من بعد نقطعها بالموس، من بعد ما كورتها بهذا الشكل ده هو الحجم، ما بديتش ندير دابا الزيت، غنكورهم غير هكا. من بعد جبت البلاطو دهنته بالزيت قليل من الزيت، غندير فيه ان شاء الله العجينه. من بعد ما كملتهم بهذا الشكل ندهنهم ان شاء الله بالزيت، بسم الله. ونغطيهم، نغطيهم واحد شويه، ونمشيو ان شاء الله
هذه هي الحشوة السهلة الرائعة. عندنا الفرماج، الساندويتش، عندنا الكاشير، حشوة سهلة ورائعة وكتوجد دغيا. غنحك الكاشير في الحكاكة، الحكاكة الغليظة، بسم الله. اول كاشير من بعد ما حكيته كيجبد الشكل. هذه هي الحشوه باش غنعمر المسمن ان شاء الله، كيجي هائل ورائع. من بعد ندوزو للزيت ان شاء الله، الزيت باش غنورقو ان شاء الله، زيت المائده، وما بين فورز او الدقيق الابيض والفينو او السميد الرطب غنخلطهم ان شاء الله. من بعد دهنت سطح العمل بالزيت باش غنورق ان شاء الله المسمنات. دابا فاش ارتاحت العجينه رطبه، بسم الله. من بعد ما بسطها بهذا الشكل غندير شويه ديال الزيت، ما نكثرش، الدقيق، غنرد العجينه بشكل عادي، بسمنه عاديه. غنرد الجهة الأخرى، بالطريقة، وغندير تاني شوية الزيت والدقيق بنفس الطريقة، وغنطويها تاني إن شاء الله. من بعد ما كملتها خليتها جانبًا، نستمر بهذه الطريقه تنكملهم كاملين ان شاء الله. هما من بعد ما كملتهم كيجيو بهذا الشكل. نحطهم ونغطيهم. هذه هي الاولى اللي سبقت. ومن بعد بسط المسمنه بهذه الطريقه، بسطها تاني كبيره، ودرت الحشوه ديال الكاشير بهذا الشكل، حطيته غير في الوسط بالطريقه، ما غاديش نعمرها كامله غير الوسط بالطريقه. نقدها وندير الفرماج. بالطريقه جوج شرائح الفرماج. غنرد العجينه فوق الحشوه بهذا الشكل. من بعد رديت العجينه بهذا الشكل، غنرد الجهه الاخرى بنفس الطريقه.
كتجيب هذا الشكل. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكملهم ان شاء الله كاملين. ومن بعد ما كملت تعمارة المسمن بهذا الشكل، جبت الشكل غنديرهم ان شاء الله في المقلة. بسطها غير واحد شوية، غنديرها ان شاء الله في المقلة. هذا هو المسمن، من بعد ما طاب كيجي بهذا الشكل محمر ومقرمش ومورق، وكيجي هائل هائل. ديك الحشوة ديال الكاشير والفرماج كيجي هائل ورائع، كيجي زوين وبنين. ودرتو بهذا الحجم، الحجم الكبير، بقى نبدلو مرة مرة في الحشوة، كتجي هائلة هذه الحشوة، سهلة وبنينة، أروع ما يكون. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن، كيجي بهذا الشكل محمر ومقرمش ومورق وبديك الحشوة الرائعة. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن، كيجي بهذا الشكل أروع ما يكون. كنتمنى يعجبكم وجربوه ان شاء الله، وما تنسوناش باللايك. خليت لكم راحة، بسلام عليكم.